نعم، قبل قليل سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر الدولي فعليا 13 محتجزا إسرائيليا، وأيضا إضافة إلى 7 من حاملة الجوازات الأجنبية أو الجنسيات الأجنبية الذين تم فعليا احتجازهم عقب 7 أكتوبر. بكل الأحوال نحن نتحدث عن انتظار حتى الآن مع هذا التأخر ومع قرب انتصاف هذه الليلة، لا زال الشبان ولا زالت العائلات أيضا تتواجد هنا في محيط سجن عوفر تنتظر وصول الحافلة. بعد حوالي لربما ساعة أو يزيد بقليل ستخرج الحافلة، أي بعد وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى إسرائيل، ومن ثم سيلتقون بالشباك والجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك سيصار إلى نقلهم إلى المشفيات لإجراء فحوصات طبية، سيصار بعدها إلى إطلاق سراح 39 أسيرة من بينهم أيضا أشبال صغار كانت إسرائيل اعتقلتهم على مدار السنوات الماضية. الأسيرات الخمس أو 6 أسيرات تحديدا من مدينة القدس إسراء الجعابيص ستعانق الحرية بعد اعتقالها منذ عام 2015. ميسون الجبالي التي هي أيضا صاحبة أو أقدم أسيرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ستعانق أيضا الحرية. قبل قليل أيضا اقتحمت شرطة الاحتلال منزل شقيقة إسراء الجعابيص في مدينة القدس وقامت بالتنكيل بالعائلة لأنها طلبت منهم فيما سبق أنه لن يكون هناك مظاهر احتفالية أو توزيع الحلوى وما إلى ذلك، وقامت بفض المتجمعين بالقوة. ولكن هنا فعليا في محيط سجن عوفر غربي مدينة رام الله نستمع إلى الهتافات، فعليا نستطيع القول بأن الشبان الفلسطينيين أيضا الغاضبين هنا يحاولون منذ ساعات ما بعد الظهر التواجد بكثافة وبشكل أكبر. سيوقف هؤلاء الشبان حافلات الصليب الأحمر عنوة، ومن ثم سيخرج أو سيتم إخراج الأسيرات ليقوم الشبان الفلسطينيين باستقبالهم استقبال لائق، رغم ما اشترط الاحتلال الإسرائيلي على الأسيرات بعدم الاحتفال وما إلى ذلك. سيتم استقبالهم هنا بداية، ومن ثم سيصار إلى أخذهم إلى أماكن سكنهم. لا نعرف إذا كان سيكون هناك أيضا استقبال في بلدية البيرة حيث كان من المقرر أن يكون في بلدية بتونيا، ولكن لقرب الموقع من جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك خشية على أيضا الأطفال الفلسطينيين الذين لا زالوا يشاركون هنا في هذه المراسم الاستقبالية. بكل الأحوال الفرحة منقوصة كما أكدت الأسيرات يوم أمس، لأنه لا يمكن أن تكون هناك فرحة وشعب غزة وأهل غزة محاصرين، هناك 14,000 شهيد وما يزيد عن ذلك، وهناك أيضا الآلاف لا زالوا تحت الأنقاض، بمعنى أن جراح غزة لم تنطفئ حتى الآن ولم تندمل على وجه التحديد. لذلك هم يقولون بأن هذه الفرحة منقوصة وأن هذه الحرية هي مجتزئة، ولكن من تركت خلفها من الأسيرات والأشبال الفلسطينيين، هناك 5 أشبال أو 6 على وجه التحديد من مدينة بيت لحم، مجمل الأعداد التي نتحدث عنها نتحدث عن 39 أسيرة وشبل قاصر. تتنوع الإفراجات هذا اليوم في الدفعة الثانية التي تعطلت نوعا ما وتأخرت في الآونة الأخيرة في الساعات الأخيرة نتيجة مماطلة إسرائيل وعدم التزامها بشروط الاتفاق، كما قالت حركة حماس بأنها لم تلتزم بالأسماء ولن تسمح بدخول الشاحنات الغذائية ومواد التموينية إلى شمال قطاع غزة. قبل قليل حركة حماس قالت أيضا بأن هناك شاحنات ستدخل عند ما قبل منتصف الليل باتجاه شمال قطاع غزة، وهناك أيضا ضمانات من مصر لذلك التي أيضا توصلت هي وقطر حول الضغط على إسرائيل، ووصلت إلى هذا الاتفاق الذي مكن من عودة فعليا الأمور إلى حالها. الصليب الأحمر كما ذكرت يعني أيضا سيقوم بنقل الأسيرات من
داخل سجن عوفر باتجاه منطقة بتونيا، ومن ثم سيتم توزيع الأسيرات. لكن أيضا حسب ما يردنا بأن إسرائيل ستقوم أيضا بنقل 100 شاحنة بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق والوصول إلى 4 أيام من التهدئة تشمل إطلاق يعني غالبية أو جزء من المحتجزين المدنيين في قطاع غزة من الإسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن غالبية الأسيرات والأطفال، حيث كانت الشروط التي تحدثت عنها حركة حماس هي تتعلق بتنفيذ جزء وشق إنساني، بأنه لا يحق لإسرائيل مواصلة ما تقوم به تحديدا للأسيرات وللأطفال. لذلك نلحظ بأن أنه ربما هناك إيجابية طالما حلت عقدة هذا اليوم، بمعنى أن يوم غد سيكون هناك إفراج إذا لم تضع إسرائيل مزيد من العراقيل باتجاه الصفقة الثالثة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن هناك إيجابية حيث طرح الوسطاء من المصريين وأيضا من القطريين على الجانبين إمكانية تمديد الهدنة إلى 2 إضافيين بعد يوم الاثنين، وهناك ربما شبه موافقة على ذلك يتم دراستها في الوقت الحالي لدى الطرف الإسرائيلي والمستويات الأمنية والعسكرية في إسرائيل. ولكن كل الدلائل تشير أنه إذا ما تم الوصول إلى يعني إفراجات أخرى، فإن حجم الإفراجات ستشمل 300 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن ما يقارب 100 من المحتجزين، على يشمل طبعا الصفقة الحالية يصل العدد إلى 100 من المحتجزين في قطاع غزة. بكل الأحوال قبل قليل أيضا دارت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة مدينة البيرة، تحديدا عند مستوطنة بسجود المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينتي رام الله والبيرة. استشهد شاب حسبما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية وتم إبلاغ الارتباط الفلسطيني، استشهد بعد إصابته إصابة حرجة وقاتلة برصاص قناص إسرائيلي تم إطلاق الرصاص عليه. بكل الأحوال ننتظر الدقائق القليلة القادمة حتى تخرج أولى الحافلات للصليب الأحمر حال وصل الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة، وصلوا إلى إسرائيل على متن طائرة مروحية ستقلهم إلى إسرائيل، وبعد ذلك سيصار إلى الإفراج عن الأسيرات والأشبال الفلسطينيين بصورة واضحة كما حصل يوم أمس. رغم أن إسرائيل يوم أمس احتجت وبشكل كبير جدا وحاولت هذا اليوم فرض شروط إضافية وتعطيل الصفقة بصورة أو بأخرى نتيجة الاحتفالات التي قالت بأنه لا يجب أن تكون هناك احتفالات وأن ذلك ممنوع، وفرضت قيود وفرضت أيضا يعني نوع من التنكيل على الأسيرات داخل الحافلات وداخل منذ لحظة نقلهم منذ ساعات الصباح حتى وصولهم إلى سجن عوفر، نكلت بهم بطريقة بشعة جدا. يوم أمس الشهادات التي استمعنا إليها قالت الأسيرات وقال الأشبال بأنهم لم يتناولوا شربة ماء على مدار اليوم كامل، وهذا اليوم فعليا سنشهد مزيد من هذه الإجراءات ونشهد مزيد من هذه الشهادات من الأسيرات وحتى من الأطفال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية الذين يعني يتحررون وكبروا أيضا داخل السجون الإسرائيلية.